سعيكم مشكور، سعيكم مشكور. لا إله إلا الله. طيب يا عمدة، أنا مضطر أمشي، لازم أرجع مصر. بالليل كده يا كامل أفندي، الصباح رباح. معلش لازم أرجع مصر. إيه؟ إزاي؟ ده ما فيش عربيات السعادة تنزلك البندر. معلش يا حضرة العمدة، ممكن عربية الوحدة توصله كده؟ طيب بالسلامة يا كامل. الله يسلمك. مع السلامة. الله يسلمك. وانت رشاد خليك جدع، اصلب عودك وخليك متماسك قدام والدتك واخواتك. ان شاء الله يا بكر. مش عايز حاجة تاني يا ابني؟ متشكر، شايلينك العوزة يا عم. وانت يا سيوردان مش راجع معايا مصر؟ ما تجيش يا كامل افندي، ما اقدرش اسيب رشاد في محنته دي، انا هفضل معاه لغاية ما يرجع معايا. معلش يا ابو كامل، سيب الاستاذ الوردني كمان يومين معانا هنا، وجوده برضه هو وفوزي وسمير وطلعت هيخف عن رشاد في محنته. طيب سلام عليكم. مع السلامة. ليلة ابويا الله يرحمه ما مات كنت صغير، كان عندي 6 سنين كده، وكانوا مخبيين عليا وانا عيل صغير مش فاهم حاجة. دخلت السرادق بالليل والفيه بيارة كان قاعد على كنبة عالية كده، ما تعرفش ايه اللي طلعها في نفخوخي ان انا اطلع اقعد جنبه. طب تشعبط في ايه يا واد يا ورداني عشان تطول؟ تشعبط في ايه؟ ما لقيتش غير ديل الجبة بتاع الفيه عشان اشعبط فيه. الفيه كان ضرير ومش شايف حاجة، حس كده ان في حاجة بتشده، مد ايده عشان يحوش. بقى هو يشد وانا شد، هو يشد وانا شد. اتاري الجبة قديمة وشيطة وتيجي طلعة في ايدي سلخة يجي تحمد. يا صحيح حاجة تفطس من الضحك. ايوه بس احنا اللي ملناش نفس نضحك. قبل ما اجي اتصلت براوية وبلغتها، زعلت قوي وقالت لي لولا ظروف البيت كانت جت تحزيك، ووصتني كمان اقول لك تشد حيلك وما تغيبش عن الكلية كتير. كلية؟ كلية ايه بقى؟ خلاص خلاص؟ وايه اللي خلاص يا رشاد؟ ما تاخدش في بالك يا وردان افندي. ما ياخدش في باله يعني ايه؟ لا الكلام ده لازم يتقال قدام الكل ويرد عليه الكل. انت في سنة تالت، يعني فاضل لك سنة وتاخد الليسانس. طبعا ودي مسألة فيها نقاش. الشيخ سالم كان راجل طيب الله يرحمه، كان امام وخطيب الجامعة، موظف صحيح بس ميته كانت ضعيفة ومعاشه بالتالي هيبقى ضعف، واللي كان بيساعده على مصاريف الأولاد ومصاريف رشاد في السنين اللي فاتت شغلته كمأذون كانت بتجيب له فلوس مش بطال. بس خلاص بقى كله راح، يعني دلوقتي مش هيفضل الواد رشاد وامه واخواته غير معاش مش هيزيد عن 10-12 جنيه طول ما يكفهمش يشربوا مية. لا حول ولا قوة إلا بالله. أتاري الولد المسكين كان بيقول الجامعة خلاص. عنده حق، فجأة هو على باب المستقبل يلاقي نفسه مسؤول عن عيلة كبيرة ومطلوب منه يأكل 5-6 بطون، ده غيره طبعا. مش كده وبس، ده مطلوب منه يصرف على اللي بيتعلم ويدبر علاج للعيان ويجهز اللي هتتجهز. بس لو كان له قرايب، عمام، اخوال يا عم، دول هم كمان عايزين اللي يساعدهم. طب والحل؟ الحل اللي قاله لكم الواد رشاد يا وجداني. رشاد لازم يشتغل، لازم يدور على وظيفه بالثانويه العامه. والكليه؟ متهيألي دي سهله، يذاكر من بره بقى وامره لله. سهله ازاي بس يا ممدوح؟ هو كلامه سهله ايه؟ كسرت نفس الولد دي، الحمل التقيل والمسؤوليه، وبعدين ده عيل لسه عضمه طري. طب استنى، في ايه؟ هو في حل، بس انا مش عارف بقى الواد رشاد هيقبله ولا لا. وانت ترضاها لي يا دكتور؟ والله يا رشاد انا مش شايف ان فيها حاجه. يعني ازاي بقى اعيش انا وامي واخواتي واكمل دراستي بفلوس صدقه؟ لا. ومن مين؟ من واحده ست؟ بتقول ايه بس، واحده ايه يا رشاد؟ شريفه مش اي واحده، دي زي اختنا بالظبط. وبعدين يا اخي ده انت عارفها، دي بنت طيبه وقلبها اصفى من ندى الفجريه. بلاش يا سيدي ده كله،
بصراحة رشاد شريفة عايزة تصرف الثروة اللي بعتها لها ربنا في مشاريع تفيد بيها الناس. طب أقول لك حاجة، دي كانت عايزة تديلي أنا شخصياً 50,000 جنيه، قال إيه عشان أفتح بيهم عيادة في مصر. ما قابلتهمش ليه يا دكتور؟ ما اكتبش عليك يا رشاد أني رفضت العرض ده لسببين. أولاً لأني مش محتاج، أني لو عايز أفتح عيادة في مصر ممكن أبيع أرضي. وثانياً وبصراحة أنا مش مقتنع بأسلوب المساعدة الفردية ده. وإذا كنت أنت مش مقتنع بيه، عايزني أنا أقتنع إزاي؟ أصل يا رشاد بصراحة يعني في حالتك أنت المسألة ضرورية. لا يا دكتور أمين، يعني مش ممكن أحل مشكلتي بالطريقة دي، مش ممكن أهرب من المسؤولية وأعلقها على كتاف غيري. إيوة بس لو كانت المسؤولية أتقل من قدرتك واحتمالك يبقى قدري حظي. كام واحد في نفس ظروفي بيلاقوا واحدة زي شريفة النواساني تحللهم مشاكلهم؟ كام يا دكتور؟ كام واحد؟ ده سؤال غريب قوي يا رشاد. أكيد اللي في ظروفك ديت كتير ولفات، بل يمكن ملايين، لكن مش كتير فيهم اللي بيلاقوا اللي يحللهم مشاكلهم. أنت عندك حق، وده اللي لازم تفهمه شريفة. أهو المسكين ده لو ما كانتش أسرته فيها العدد الكبير ده، لو كان والده الله يرحمه ما جابش غيره أو جاب له أخ واحد أو أخت واحدة بس، مش كان زمان مشكلته أخف من كده بكتير، وما كانش يبقى مهدد في دراسته ومستقبله. ما أنت عارفة أن لو حرف امتناع ولا عاوزة تنظم الناس لبأثر رجعي. ده مجرد مثل بيجسد المشكلة. بيجسدها لمين؟ ليه أنا؟ أنا عزيزتي موافق ومؤمن تماما بتنظيم النسل، مش محتاج حاجة عشان تقنعيني، المحتاجين عندك بره. هوصل لهم ازاي بس؟ مش مشكلة، دول ناس فلاحين، يعني ناس جدعان وكرمة وبيوتهم مفتوحة، المسألة مش محتاجة منك أكتر من شوية لباقة وجرأة، المهم إنك تلاقي مدخل سليم وسالك لعقولهم. هي دي المشكلة، المدخل. هبتدي معاهم منين؟ وهروح لمين الأول؟ للرجالة ولا للستات؟ وهقول لهم إيه وهقنعهم إزاي؟ كل اللي معايا صور وملصقات ومنشورات دعاية. دول ما ينفعوش، دول المؤاخذة تديهم لي أحطهم في حقل التجارب بتاعي مع فضلات المواشي والمخلفات والزبالة. أيه الحمد لله لقيتها. هي إيه دي؟ ملاحظات وخطوات التجربة بتاعتي. كنت خايف لا تكون ضاعت ولا اتدشنت، كانت بقت كارثة. جهد 3 سنين بحالهم. صحيح فكرتني، أنا من ساعة ما جيت هنا وأنا بسمعك تتكلم عن التجربة بتاعتك. تجربة إيه دي؟ وأنا ما قلتلكيش، دي تجربة بحث الدكتوراه. أنت بتحضر دكتوراه؟ أمال؟ محسوبك معاه ماجستير وعلى وش دكتوراه. كنت احترت في اختيار موضوع الرسالة، بدأت ألف في المراجع لكن ما اقتنعتش، كان نفسي أعطر في حاجة جديدة، حاجة كلها فايدة ملموسة تتطبق بسهولة وتتنفذ بسرعة. كنت خلاص قربت أيأس، وفي ليلة قاعد أنا وشوية شبان من أهل القرية ورا حظاير المواشي بتاعت الجمعية، كانت الريحة لا تطاق، وكنت بفكر لسه ازاي اعاقب العمال لانهم ما بينظفوش المكان اول باول. سمعت واحد من اللي قاعدين معايا بيقول لموها واحرقوها، واحد تاني بيقول طب ليه ما نعملهاش جله ونحمي بيها فرن العيش بتاع الوحده. فجاه برقت الفكره في دماغي، ولقيتني بنط وهلل زي ارشميدس وانا بقول وجدتها وجدتها وجدتها. هي دي بقى اللي انت وجدتها؟ فكرة البحث، استخدام كل معطيات البيئة المتخلفة لتطويرها تكنولوجيا. وإيه علاقة الفكرة دي بالبحث؟ ما هي دي التجربة، أساس البحث كله إمكانية جمع مخلفات المواشي وجميع المخلفات الأخرى لكل قرية لتشوينها وتخميرها لتوليد غاز الميثان، واستخدامه محليا كمصدر طاقة للأفران ومواقد الغاز والسخانات. ها ايه رايك بقى؟
الصراحة أنا ما فهمتش ولا كلمة من اللي أنت قلته ده. نعم ما فهمتيش؟ أنا كلامي واضح ومفهوم، على الأقل هيتنفذ عملي وتشوفيه قدام عينيكي، مش شوية خطب وشعارات عن تنظيم النسل. أنا شغلي ما فيهوش لا خطب ولا شعارات. الله الله، أنت زعلتي؟ طب خلاص أنا آسفة، طبعا ما قصدتش أتريق على شغلك. خلاص ما حصلش حاجة. أصل بصراحة أنا مشفق عليكي، مش متصور إزاي هتقدري تعملي حاجة ولوحدك في موضوع حساس زي ده. عندك حق، في الموضوع ده بالذات مش هقدر أعمل حاجة لوحدي. المفروض بقى وزارة الشؤون تجند لكل قرية مجموعة أخصائيين، مش واحدة بس. وزارة الشؤون ملهاش دعوة، أنا منتدبة لجهاز تنظيم الأسرة على أساس إني أتعاون مع كل الناس هنا، يعني المفروض أنت والدكتور أمين والناظر والمدرسين والمدرسات وكل موظف عمومي في البلد يبقوا أجهزة معاونة للحمل، وأنا جبت لكم جوابات رسمية بالمعنى ده. أنا شخصياً تحت أمرك ومستعد لأي معاونة من خلال العمل هنا، بس المهم إنك تحددي إيه نوع المعاونة دي، مش بالنسبة لي بس. لا طبعاً ليك أنت والدكتور والمدرسين. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام. ايه يا شباب، في ايه؟ عدم المؤاخذه يا باشمهندس، انا جاي للست نوال اصل بيها الدكتور عايزها. عايزني انا؟ طب لما هو عايزني ما جاش ليه؟ ما هو كان لسه من شويه بيتمشى في الشمس مع لا لا يا استهاني، ما هو دخل دلوقتي ومشغول مع العيارين اللي في المستشفى. خلاص اما يبقى يفضى يبقى يفوت عليا. طب والعهد مين اللي هيستلمها؟ عهده ايه؟ صناديق الحبوب وهو ولا مؤاخذة الحاجات التانية دي بتاعت منع الحمل. لا بس دي عهدة مخزن الوحدة الصحية. الدكتور بيقول لا، لازم حضرتك اللي تستلميه. بسم الله ما شاء الله، ده انت النهاردة حالتك عالي يا عم عبد الصالحين، والحرارة نزلت خالص. يعني اروح انا بقى ساعات الدكتور؟ تروح فين بقى؟ انت زهقت مننا ولا ايه؟ لسه شوية وبقى بطلي له نرجس المضاد الحيوي، نزلي له اكل عادي. حاضر يا دكتور. اهلا يا عم شناوي، ازيك النهارده وزي حالتك؟ تعبان قوي يا دكتور، جنبي بيعل عليا. جنبك برضه؟ اه ان شاء الله بكره هتبقى عال ان شاء الله. وبيدي له حقنه جلوكولينامين في الوريد مع الراس، شد حيلك. حاضر يا دكتور. ازاي؟ فين علي يا نرجس؟ خدوه يا دكتور. خدوه؟ مين اللي خدوه؟ اخواته يا بيه، جم ليلة امبارح وصمموا يروحوه. يا سلام، صمموا يروحوه وخدوه كده من غير اذني؟ ايه وكالة من غير بواب؟ ما حضرتك كنت مشغول امبارح في ميتم الشيخ سالم، وهما كذبوا عليا وقالوا لي ان حضرتك صرحت لهم. صرحت لهم كده اهو شفوي، وانت صدقتيهم بقى ولا كنت بتتلككي؟ ما اصل حتى الواد كان صعب وبيخلص، قلت يموت في بيته واستاهله احسن. والله عال عال هايل. خلاص حضرتك اللي بتقرري مين اللي هيعيش ومين اللي هيموت، مين اللي يخرج ومين اللي يستنى، دي فوضى. انا متاسفه يا بيه. متاسفه ده ايه؟ ايه متاسفه دي؟ انا هحملك مسؤوليه خروج المريض ده وهحولك على التحقيق حالا. دكتور امين لازم تفهمني حالا معنى تصرفاتك معايا دي. ايه ده يا انسه؟ تصرفات ايه اللي بتتكلمي عليها؟ وازاي تكلميني كده وسط المرضى؟ انا عارفه هدفك كويس، انت عايز تشغلني بالمشاكل الاداريه والاجراءات الروتينيه. اسمعي يا انسه اسمعي، دي مش مكان للمناقشه، وبعدين الورق بتاعك موجود على مكتبي، عايزه تمضي وتستلمي عهدتك اتفضلي، ما انتش عايزه انت حره. يا عيني يا عيني، دي ايه الحلاوه دي؟ خص زي السكر. بالهنا والشفا يا وردانه يا فندم، اقلع لك شويه كمان. لا استنى عليا لما نخلص دول ودول. يلا بطين ولا غسيل البركه يا وردانه يا فندم؟ الا صحيح يا استاذ ورداني، انت مش خايف من بالهارسي؟ بالهارسي ايه يا جدع، انت بتخلي الراجل ياكل، خليها على الله يا جدع. كل كل يا وردانه فندم. سيبك منه سيبك منه. انت قلت لي طالب في كليه العلوم؟ قال طالب في كليه العلوم. قال ايه مالها كليه العلوم بقى يا وردانه فندم؟ في طالب في كليه العلوم يا استاذ سمير ما يعرفش ان البلهارسيا لا تنتقل عن طريق الفم، وانما عن طريق الاستحمام في مياه الترع، او المشي حافي على جسور الترع، او وانت فاهم. ايوه صحيح، انا مش عارف فاتتني ازاي الحكايه دي. يا سيدي بلاش البلهارسيا، في الانكلستوم، في الاسكاريس، وفي الدسونتاريا الاميبيه والدسونتاريا الباسيليه والدسونتاريا. كل ده بقى في الخاص اللي انا باكله؟
بلاش يا سيف وعد القص مش وك. اقرايها يا سمير، اقرايها طالع تعيب كده. معلش يا وردان افندي، ما تزعلش ولا تاخد على كلامهم، ده بيضحكوا معاك شويه كده يا وردان افندي. تضحكوا؟ تضحكوا على ايه؟ مش مكسوفين من روحكم؟ سايبين اخوكم رشاد في محنته الاليمه ودايرين تشمسوا وتاكلوا قص وتضحكوا وتهرجوا؟ ايوه، ما احنا فوتنا عليه قبل ما نيجي يا وردان افندي، ومسكنا فيه يجي معانا مرضيش، عايز يقعد في الدار. ايوه، المفروض تقعدوا معاه في الدار، والا يبقى وجودكم هنا ملوش لزوم. ايه قال يعني وجودك انت اللي له لزوم يا وردان افندي؟ لا يا سمير يا ابن ابو عمر، عيب 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 كده، عيب. استاذ وردان ضيفنا واحنا اللي ماسكين فيه، عيب كده. سمير ما يقصدش يا وردان افندي، اصله مداب. ايه انا ما اقصدش، دي كلمه كده وطلعت مني. خلاص انا عارف انك مدب يا سمير. اتفضلوا انتم روحوا مقعدوا مع رشاد، وانا هخلص على الخص اللي هنا وهحصلكم. الله كذلك. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام يا اخويا. انت اهو سلام. بقول لك ايه يا وردان يا فندم، انت النهارده تقعد معايا في الغيط لاخر النهار. البنت صفيه باعت فطير وبيض وعسل وقشطه وخريه. فطير وعسل يا عيني، فطير وعسل ابيض يا عيني. ست صفيه دي ست كلها كرم وذوق. يا سلام يا ابو امين. فاكر لما جبتها وكانت بعافيه ونزلت بيها مصر، وانا اول واحد قابلتكم في شارع الفوال؟ ايه مالك يا ابو امين؟ هات ابوك يا وردان افندي. ما تقوليش يا ابو امين تاني. الله، ليه؟ عدم المؤاخذه، هو مش ابنك البكري اسمه امين برضو؟ ايوه اسمه امين. سنين ما بحبش حد يندهلي باسمه. انت ايه بقى يا وردان افندي؟ قلت لا اله الا الله يا ابو امين قدامي. وبعدين بس بقيت مبلول وعرقي مرقي زي ما بيقولوا، كبسني فكوبست، ما قدرتش استنى على الغداء واكل معاه الخص والفطير، جريت. انما الظاهر هو حس بغلطته، فضل ينادي ورايا يا استاذ ورداني يا استاذ ورداني. انما هو مين؟ استاذ ورداني كان قفل، ولما الاستاذ ورداني يقفل ما تلاقوهوش. اخص عليك يا صبحي، اخص عليك بني ادم، ما كنتش اتصور ابدا ان عقلك صغير للدرجه دي. هي ايه العبارة يا دكتور؟ عبارة ايه؟ لا ابدا مفيش حاجة، خلينا في المهم. المهم هو الاكل وانت ما بتاكلش. لا مهني شبعت الحمد لله. كمل يا استاذ ورداني اكلك انت بالهنا والشفا، وكمل لي بقى بقية حكاية المعرض ومنير الفوال. هو يعني انت مش مكافياك المناحه اللي عملها جوه؟ طلعت ولولي بره عشان تفضحينا. الله يرحمك يابا، من اولها اخويا بيتحكم فيا. امسكي يا عم اما اشوف ايه الحكايه. في ايه يا صفيه؟ حرام عليك يا رشاد، مش كفايه اللي هي فيه؟ هو يعني اللي هي فيه يا صفيه اكتر من اللي انا فيه؟ سماني ما عملتلهاش حاجه، دي امها راقده تعبانه وحزينه، ودي واقفه تولول جنبها ليه وليه؟ بقول لها بطلع عياط جنب امك واخواتك. وانت قلتها كده؟ ده طلع فيا لهاني وقال لي اخرسي يا بنت قدام اخواتي. عشان انت كبرتهم. عشان انا كبرتهم؟ ولا عشان انا الخايبه الغلبانه اللي فيهم؟ كلهم في المدارس واني اللي قاعده في الدار لوحدي، لا ليا قرش ولا مستقبل ولا ليا لازمه في الدنيا كلها. ايه كلام هديه يا بيه، جدتي نورتهم كلهم ولا ايه يا رشاد؟ وانا قلت حاجه يا صفيه بس خلاص اعصابي مش مستحمله. على كل حل حقك علي، وادي راسك اهي. ايوه كده خلاص يا هنون، يلا خشي طصي وشك بشويه ميه وروقي كده، واسمعي كلام اخوك رشاد عنده حق، ما تزوديش النار في امك واخواتك. حاضر ربنا يقويني. استنى يا رشاد انا عايزاك في كلمتين. ايوه يا صفيه. انت راجل اخواتك دلوقتي ولازم تحسسهم بالحنيه، انا عارفه ان حملك تقيل. تجرى لك ايه يا صبحي؟ انت اتجننت؟ لا بس هتجنن عن قريب. ايه يا بنت اللي موقفك ترغي مع الجدع وسايبه طارق واولادك؟ لحد هنا وكفايه يا صبحي، حسس على كلامك قبل ما تنطقه ولا تنسيت انا مين.
ده انا صفيه. صفيه ولا السفيره عزيزه ولا خضره الشريفه حتى، انت مرات يا بنت، ولما اسالك تردي عليها دغري. ارد عليك اقول لك ليه؟ اقول لك ايه يا صبحي؟ اقول لك ان رشاد كان مزعل هالنوم وانا وقفت هديهم، وبعد ما دخلت الدار قعدت انصحه واكلمه. ناس وعندهم ميت واحنا جيرانهم ومعاشرينهم العمر كله، فيها ايه دي لما نواسيهم؟ اشمعنى انت يعني اللي عامله شملوله؟ صفيه ما غلطتش يا صبحي. بقى كده يا عمه، بدل ما تشخطي فيها وتقولي لها اسمعي كلام راجلك. صفيه عارفه انك راجلها وبتسمع كلامك، انت اللي عقلك بيبرم في دماغك وتعبك. معناته ايه الكلام ده يا عمه؟ معناته انك مش على بعض، وان في حاجه ما نعرفهاش مع الشاشه في نفخك دي وقلبك يانا. صفيه خش رضعي شحاتك. ايه اللي رجعك ملغيت السعاد يا صبحي؟ ليه؟ حسيت ان جسمي همدان وقلت ارجع الدار استريح شويه. ايه اللي صابك يا ولي؟ فين صبحي بتاع زمان؟ فين صبحي اللي كان يخرج في الفجريه ما يرجعش الا المغربيه مهما كان تعبان ولا عيان؟ فين صبحي اللي كان وشه مورد ومفرود زي رغيف العيش الصابح وضحكته ملو عينيه وصوته مليان حنيه؟ يعني زي ماني طول عمري يا عم. لا اتغيرت يا صبحي، دخلك وسواس خناس وانت مطوعه وسايبه يهرف صدرك. كلم يا صبحي وانا اريحك وافهمك واطمنك. مفيش حاجه يا عم. طويعا يا صبحي طويعا. قلت لك يا عم مفيش حاجه مفيش حاجه، انا راجع الغلط. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال إيه؟ المتضرر يلجأ للقضاء. إزاي واحد يزور عقد إيجار ويقتحم بيه أملاك الغير والبوليس يسيبه؟ يا وردان يا فندي، ما هو البوليس ما عندوش إثبات إن العقد ده مزور، يبقى لازم قضية. في الحالة دي بقى كان المفروض أهل الشارع يتصدوا للموقف ويحموا شريفة منه. إزاي بقى؟ إذا كنت أنت بنفسك بتقول إنه مؤجر شوية بلطجية، وبعدين من امتى يا اخويا كانوا اهل شارع الفوال بيتحشروا في اللي مالهمش فيه؟ انا شخصيا لو كنت موجود كنت تصديت للموقف وقفت لهم تعرفني. انت ده انت احسن واحد يحب الفرجه في شارع الفوال يا استاذ ورداني. يا راجل انت ايه ده؟ انت واقف كده ليه يا شباسي؟ انا من المؤاخذه يا دكتور، اصلي انا كنت عايز عايز ايه؟ ما تتكلم. حضرتك عارف يعني بعد اذنك نرجس التمرجيه مال؟ حضرتك عارف انها بنت غلبانه وما تقصدش شر. يا سلام، وانت بقى جابتك عشان تتوسط لها؟ لا ابدا يا بيه، بس يعني هي عشمانه ان حضرتك سامحها المره دي. سامحها؟ هو انا كنت عملت لها ايه يعني؟ ده انا حتى بعد ما كتبت مذكره التحقيق مزعتها تاني. الله يعمر بيتك يا دكتور. يا سلام، انبسطت قوي يا اخويا. طيب في حاجه تانية؟ لا يا بيه متشكرين خالص. شباسي افندم يا دكتور، عملتوا ايه في العهده بتاعه تنظيم الاسره؟ خلاص يا بيه، اني مضيت عليها كلها. مضيت عليها ده ايه؟ ازاي تعمل كده يا راجل انت؟ لا اني قلت دي عهده الاخصائيه وهي اللي لازم تمضي عليها. انا اللي ترجيت شباسي يمضيها يا دكتور. الله يا حلاوه، دي ظبطت. انا خلاص بقيت طرطور في الوحده دي. طب استنى، طيب انا جايلك. اتفضل يا اخويا لف، تعالى وانت تروح على عمك، حسابي معاك بعدين ان شاء الله يا شباسي. يلا حاضر. يلا حاضر يا بيه. واللي ايه الحكايه يا دكتور عشان اشارك معاكم في الحوار وحل المشكله بنفسي؟ يا استاذ ورداني اتفضل انت استريح، اقعد كده وانت هتسمع وتفهم كل حاجه. اتفضل اقعد، ما تتبتش معايا، سيب لنا احنا بقى الحوار وحل المشاكل. نعم. قبل ما نتكلم في العهد والاوراق والمستندات، انا عايز اسالك سؤال. انت ليه قارش ملحه نوال ومش طايقها؟ اعملي معروف يا ست نوال، الدكتور زعل قوي لما عرف ومستحلف لي. ما تخافش، مش هيقدر يعمل حاجه. ازاي يا استهان؟ ده يقدر يعمل كتير قوي. ايه يعني؟ هيستقصدك ويأذيك من غير سبب؟ انا بقى هحميك منه، ما تخافش. انا مروحه دلوقتي، وبكره قبل ما اجي ان شاء الله هعدي الصبح على مدير الشؤون الصحيه في المحافظه واخليه يحط حد للمهزله دي. لا يا ست هانم، اعملي معروف. انا لا يمكن ابدا اشتكي الدكتور امين، ده راجل طيب وحقاني وعمره ما اذى حد. غريب. لا امال انت خايف منه ليه؟ انا خايف لا يزعل مني. يا سلام، حب ده بقى ولا جبن يا شباسي؟ لا يا ست نوال، انا عمري ما كنت جبان ابدا. على مو سواء كنت خايف منه او بتحبه، دي مساله ملهاش علاقه بالشغل. انت خلاص استلمت العهده، ومن بكره تعمل حسابك انك نص اليوم معايا، يعني بعد ما تخلص شغل في العياده هنكمل بقيه اليوم في الحمله. اهدي لا بقى،
أنا موظف في الصحة مش في تنظيم الأسرة. حتى لو عرفت إن تنظيم الأسرة هيصرفوا لك مكافأة قد مهيتك. بتقولي إيه يا ست نوال؟ مكافأة قد مهيتي؟ آه، مستغني عنها يا شباسي؟ مستغني عن إيه يا ست نوال؟ ده أنا في قبولها. الله يكرمك ويوسع عليك زي ما هتوسعي عليا أنا وولادي. أنت عندك ولاد قد إيه يا شباسي؟ عندي 2 والتالت جاي في السكة. طب وإيه رأيك؟ مش كفاية كده؟ كل اللي يجيبه ربنا كويس يا ست نوال. ونعم بالله. بس تعالى نحسبها. العواف عليكم. أهلا وسهلا. يا ست المشرفة بتاعة تنظيم الأسرة؟ أيوة أنا. اتفضلي. أنا مفيش أي موقف شخص بيني وبينها. وبعدين كل شيء واضح قدامك يا ممدوح. إحنا الحمل علينا كبير جدا. مش بس البلهارسيا والإنكليستوما وأمراض سوء التغذية، لا. الجهل أولا. الجهل اللي بيورد لنا كل يوم مقاسي أشكال وألوان. اتفضل. روح بنفسك العنبر بتاع الوحدة واتفرج. الله. ونوال ذنبها إيه يا أمين بس؟ ذنبها إنها مش حاسة بده كله يا ممدوح. مش حاسة. الست دي خلاص. فاهمة إن المشاكل اتحلت وإن الأمراض خلصت، ما فاضلش بقى غير تنظيم الأسرة وتحديد النسل. جاية تبدا هنا في مالطا. جاية تزود الحمل والعبء اللي علينا. أنا مش ضدها. ولا ضد تنظيم النسل. بالعكس أنا مع المبدأ. بس هنا بالريف بالذات في مشاكل أهم. أنا شخصياً مش شايف فيه أي تعارض. كده هو؟ طب اتفضل ساعدها أنت بقى. اديها المخزن بتاعك واديها موظف من عندك وخليها بقى تبعت لك الزبائن بتوعها عشان أنت تشرح لهم الوسيلة المثلى لتنظيم الأسرة. ومين قال إنها طالبة منك تعمل ده كله؟ مين قال؟ اتفضل يا أستاذ. ده المنشور الدوري اللي جالي من الإدارة النهاردة. اتفضل اقرأ. اقرأ. عشان شفت إزاي الأنسة نوال ناوية تشغلنا كلنا وتضمنا جميعاً للحملة بتاعتها. يعني أنا خلاص بقى. أسيب المرضى بتوعي وتفرغ لبرنامج الأنسة المهذبة. أيوة بس ده دي تعليمات الإدارة وهي ملهاش ذنب يا أمين. ملهاش ذنب ده يا أستاذ، أنت ما تعرفهاش. دي كل يوم لما بتنزل من هنا وتروح على المنصورة ما بتروحش، لا بترتاح ولا بتاكل ولا بتنام، إنما عمالة تلف بقى عينها وعبادتها على الدكتور صادق والدكتور غبور وكل الدكاترة الأفاضل اللي في المديرية. وهات بقى تخطيطات وشكاوي واقتراحات، والأهم من ده إن هم بيقتنعوا بكلامها وبيصدقوها وبتأثر عليهم. الله يا عيني، دي بنت تحفة، بنت جدعة بصحيح. جدعة إيه بس يا أستاذ ورداني؟ أنا ناقصك أنت آخر. لا 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 مؤاخذة يا دكتور. في إيه؟ الست صفية. صفية؟ وإيه اللي معادها عندها؟ فيه أنت غرض وخلاص، عايز يلخمني بالعيال، واحد وراه التاني وراه التالت، ان شاء الله حتى يبقوا 10. المهم انه يلهيني ويغرقني في تربيتهم عشان ارجع عني عن اللي في دماغي وما كملش علامي. لكن انا بقى لا يمكن انوله اللي في غرضه، ولا يمكن ابدا ارجع عن اللي في دماغي. عشان كده انا جيت لك. انا تحت امرك وبحييكي على روحك العاليه دي. يعني هتساعديني؟ طبعا، بس في مشكله. خير؟ ايه هي؟ جوزك لازم يقتنع، ما تقدريش تستخدمي الوسائل دي من وراه. لا بقى، ده دي اللي لازم تبقى من وراه. هو وعايز العيال، ولا يمكن يقتنع ابدا مهما قلتي. صفية، انت اللي جابك هنا دلوقتي؟ دكتور امين. مين اللي قالك ان هين؟ الله، ايه الحكايه؟ انتوا تعرفوا بعض؟ الست صفية تبقى بنت عم الدكتور امين. طب انا هحكي لك مثل عشان تعرف مدى سخريه الاقدار. عندنا في شارع الفوال شاب جدع ابن بلد اسمه زين ابو الروس. اسمه زين ابو ايه؟ ابو الروس. فتونت ايه وجدعنت ايه وشباب ايه، ولد عتره. متجوز بنت اسمها شمس. اسمها ايه؟ شمس. عينين سودا ايه وشعر اسود ايه، بنت جدعه عتره. الاتنين بيحبوا بعض وروحهم في بعض، ومع ذلك تملي يتخانقوا وربنا حرمهم من خلفة. يا سبحان الله. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. انت فين يا وردان يا فندي؟ ده انا دايخ عليك من ساعة ما سبتني الظهرية ومشيت وانت زعلان. لا ازعل من ايه يا راجل يا طيب؟ اكنك بقى جاي مع صفية. صفية؟ ليه؟ ما هي صفية في الدار. الله، وانت ما تعرفش ان صفية هنا؟ كلام ايه اللي بتقوله ده يا سيورداني؟ طب هي فين والدكتور فين؟ راح لها عند الست نوال. طيب ما اشوف. الله، هي شباسي، هو اتغير كده ليه؟
اكونش قلت حاجه غلط ولا عكيت؟ ده شغلي وارجوك ما تتدخلش فيه. بلا شغلي بلا شغلك، انت مش فاهمه حاجه خالص. صفيه هم عبدار قبل صبح ما يرجع. ليه يا دكتور؟ ما هو بدري. صبحي تعال صبح ما احكي لك الحكايه. متشكرين، لا عايزين لا حكايه ولا روايه. يلا يا بنت قدامي عبدار. انا مش بنت يا صبح، ومش جاريه عندك عشان تشخط فيا كده. لا ده انا هشخط وهكسر رقبتك كمان وهخلي ليلتك زي الهباب. يلا يا بنت. عيب ما يصحش كده. الله، ما عيب الا العيب يا دكتور. يلا يا صبحي. طب يا صفيه يلا دلوقتي على البيت مع جوزك. يلا. يعني كدبت عليا يا بنت؟ انت مش قلت انك رايحه حده دار خالك؟ ادي اخر دلعك فيها يا عم، لكن من هنا وراي مفيش اي دلع بعد كده. انا هعرف ازاي اشكمك يا صفيه؟ انا مش سايبه يا صبحي عشان تشكمني. انا ما غلطتش في حاجه يا عم. انا رحت للمشرفه بتاعه تنظيم الاسره في الوحي. ورايحه لها ليه؟ عاوزه منها ايه؟ ما ترد، ما تقولي للعامه انها حجه. حجه؟ حجه عشان ايه يا صبحي؟ انا عارف بقى. اسمع بقى ما اقول لك يا صبحي، انا كلي فاض وما بقتش قادره اصبر على احوالك وكلامك دي اللي انت نازل تلقح بيها عليا ليل ونهار. اذا كان عندك حاجه قولها قدام العم. انت بنت عايزه تضايق على عمتك كنت وهي في سكه تانيه؟ يعني ما رديتيش عليا يا صفيه. كنت عاوزه ايه من المشرفه اللي بتقولي عليها دي؟ هترد عليك تقول ايه يا عم؟ استنى انت يا صبحي، هتتكلمي ولا لا يا صفيه؟ حاضر هتكلم. أنا رحت للمشرفة عشان تشوف لي حاجة منع الخلف. إيه؟ أنا مش عايزة أجيب عيال تاني. أنت بتقولي إيه؟ عايزة تمنعي الخلفة؟ اتجننتي؟ هي حصلت لحد كده يا صفية؟ أيوه حصلت يا صبح. أنا عارفة إنك عايز ترخمني بالعيال وتلهيني بيهم وأبقى خدامة ليك ولولادك عشان ما أقدرش أفتح كتاب ولا أخد درس ولا أخد الشهادة. مش هو ده غرضك يا صبحي؟ وافرض ان هو ده غرضي، فيها ايه؟ فيها كتير، فيها اني لازم اكمل علامي ومحدش يقدر يحوشني. انا هحوشك يا صفية. مش هتقدر يا صبحي. طب هنشوف ازاي يا صفية؟ هيعمل ايه ده يا عم؟ انا عارفه، حد يقول الكلام ده برضو؟ ما انت اللي نرفزتيه يا صفية. في ست متربيه تقول لجوزها مش عايزه منك عيال؟ ما انا جبت له العيال ولا لازم يعني يبقوا 10؟ ناوي هتعمل ايه يا صبحي؟ هتتكتب؟ اما نشوف حاضر ولا مش حاضر يا صفيه. اعمل معروف يا صبحي. قسما بالله لا يتحرك. يا لهوي انت كشيه عقلها يا ولد. وبعدين تعالوا يا اولاد. ايه اللي جرالكم؟ يا ولد يا صبحي. يا لهوي كنت يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. اما اشوف بقى حاضر احوشك ولا لا يا صفيه. يا لهوي. ايه ايه في ايه يا عم مالك؟ الحقني يا مين الحقني، تعالى اشوف لك حل مع اولاد عمك. هجيب غيرهم يا صبحي، هجيب غيرهم. ايه ده في ايه يا صبحي؟ صبحي حرق لي الكتب في الفرن. فاكر ان معامله دي هيمنعني ان اكمل علامي، لكن لا يا صبحي لا. استني بس، ايه ده يا صبحي؟ ليه تعمل كده؟ حد يعمل كده؟ حد يكره ان مراته تتعلم وتتنور؟ على الاقل يا اخي يفضل وقتها بشيء مفيد، تعرف تربي ولادها كويس. ايوه ايوه ايوه، ما انا عارف انك انت اللي مطلعها في دماغها. كانت ماشيه كويس بميورت الله وشايفه طلباتي وطلبات البيت ومفيش اي حاجه في دماغها الا لحد حضرتك ما طبيت وشرفت. ما بقاش على لسانها بين يوم وليله غير العلام وتمنع الخلفه. قال ايه هيعطلوها عن العلام والشهادات؟ ايه يا صبح؟ انا ما انكرش ان انا شجعتها تكمل تعليمها، بس ده ما حصلش غير بعد ما اتاكدت ان دي رغبتها. وبعدين انا كلمتك وقلت لك وانت ضحكت قوي ساعتها، قلت لي وماله يا امين العلم نور. مش دي كلامك ولا ايه يا استاذ صبحي؟ خلاص رجعت فيه، غيرت رايي. ايه اللي جرى؟ اذنبت يعني ولا اذنبت؟ الله، طب وعلى ايه الانفعال ده كله يا اخويا؟ ما تغير رايك زي ما انت عايز، بس انا لازم اقول لك يا صبحي ان ده غلط. واني بقول لك يا امين انه صح، يبقى كلام مين فينا اللي يمشي؟ ايه ده يا صبحي؟ انت بتكلمني كده ازاي؟ انت نسيت اني مين؟ ده انا امين، امين ابن عمك وابن عم صفيه. واني صبحي جوز صفيه. طبعا يا صبحي، كويس قوي انك فكرتني. تصبحوا على خير. استنى يا امين، استنى. رايح فين يا امين؟ ايه اللي عملته ده يا صبحي؟ ايه اللي عملته ده؟ عمل اللي ما عملوش ابو زيد في زمانه يا عم، مع اخوه وابن عمه وعشره عمره بكلمتين خايبين ما يسووش. ممدوح
من فضلك انا عايزك تنزل بكره بالورقه دي لغايه المديريه. انا هنزل بيها جنوب افريقيا لو حبيت، بس افهم ايه دي بقى يا راهم. اجازه واسبوعين بحالهم؟ مش معقول. مش معقول ليه؟ ده انا من يوم ما تعينت هنا ما خدتش ولا يوم اجازه. وبعدين انا اعتقد ان الدكتور غبور مش هيرفض، خصوصا ان انت لازم تفوت الاول على الدكتور عبد الحكيم وتاخد منه موافقته ويمضي على انه هيقوم بعملي اثناء الاجازه. كل ده مفهوم وهيحصل، بس انا بسالك انت، ايه اللي طلعها في دماغك فجاه كده؟ يعني مش طايق اقعد في البلد دي يا ممدوح، مش طايق، عايز ابعد عنها شويه. ليه؟ حصل ايه؟ ابدا، يعني في شويه مشاكل عائليه وانا عايز استريح منها شويه. وهي المشاكل العائليه دي هتتحل لما تسافر؟ بكره هترجع من الاجازه وبرضه هتفضل هي المشاكل هي هي. ايوه ما انا عارف، عشان كده يعني عايز اعمل الاجازه دي بروفا. بروفا، اذا نجحت هطلب نقلي من هنا نهائي. نقلك؟ انت بتقول ايه يا امين؟ اي مشاكل عائليه دي اللي تخليك تتخلى عن احلامك وتنسى مشاريعك اللي هتخدم بيها اهل بلدك؟ تتخلى عن احلامك اللي رسمت لنفسك فيها دور البطل اللي بيناضل ضد الجهل والمرض؟ مش عارف يا ممدوح، مش عارف، انما الظاهر ان احنا اصغر من احلامنا بكتير قوي. اقول لك حاجه، انا صممت اتعين هنا في نواسي، كنت عايز استعيد توازني واكفر عن اخطائي. انا اصلي زمان كنت حلمت حلم غلط ببنت اسمها ميرفت، بنت استاذي في الكليه. تصورت انها هتحقق لي الحلم اللي جوايا، وظيفه الكليه والعياده الخاصه والاقامه الدائمه في مصر. بس هو فعلا كان حلم غلط، لاني نسيت حدودي، نسيت حق بلدي عليا. لكن ربنا ستر، ربنا ستر وفقت من الحلم ده، بس بعد ما خدت قلم. هو وجعني صحيح، بس خلاني اصر اني ارجع نواسا. قلت لازم ارجع ادفع ضريبه جذوري اللي ممدوده في ارضها، لازم احاول ارد الميل العلم اللي اديتهولي، واحاول في حدودها اضرب المثل لواجب المثقف تجاه بلده. وهو ده الحلم الصحيح يا امين؟ يعني فعلا كنت متصور كده. بس بيني وبينك، بعد ما مرت الشهور والسنين ولقيتني بتحول بالتدريج للصورة الشايعة لطبيب الوحدة الريفية، ولقيتني واقف عاجز مش قادر أقوم بأي دور إيجابي أو مؤثر، اكتشفت إن حلمي أكبر مني بكتير أوي. تقوم تتخلى عن أحلامك كلها؟ ولا تدور على المدخل السليم اللي ما قدرتش تشوفه؟ السؤال بتاعك ده على فكرة ملوش إجابة، لأن الإجابة جواه. هو السؤال صح والإجابة صح، بس يا ممدوح في الحياة في حاجات صغيرة صغيرة قوي، أصغر بكتير جدا من أحلامك، وتافهة أتفه بكتير من قدرتك كإنسان، ومع هذا ممكن تكعبلك وتوقعك. قصدك المشاكل العقلية ياها؟ ما تستهترش بيها، ما تستهترش بيها، ممكن تخلي حياتي جحيم وتخلي استمراري في بلدي أصعب من المستحيل. فاهم، وحاسس كمان إن أنا مش هقدر أتناقش معاك. أنت فعلا يا أمين محتاج للأجازة دي، مش كده؟ طب يلا بينا بقى على النادي علشان أشوف مين اللي هيسافر معايا على مصر. تعال. لازم تسافر معاهم بكرة يا فوزي. وأسيبك كده؟ مش ممكن طبعا. أنا كويس كويس، لولا ظروف أمي وإخواتي ضرورة وجودي هنا لغاية الأربعين كنت سافرت معاه. الدنيا مطرتش، سوماني ما وريش حاجة في مصر يا أخي. إزاي بقى؟ والكلية والمحاضرات، مش كفاية اللي هيفوتني؟ عايز تتسوح أنت كمان؟ طب على الأقل أكمل الأسبوع معاك. مش عايز حد معايا يا فوزي، وقلت لك تسافر معاهم بكرة. طب تأمرني بمناسبة إيه يا أستاذ؟ قلت لك 100 مرة عشان خاطري. عشان خاطري يا فوزي، على الأقل يا أخي تساعدني تكلف حد من زمايلي ينقل المحاضرات ويشيل الملازم.
في دي معاك حق، ولو اني متاكد ان راويه بتعمل لك كل ده من غير ما حد يقول لها. راويه بعدت قوي يا فوزي. اسمع رشاد، انا ما احبش اسمع اللهجه دي في كلامك. انت تفضل خالص من الافكار السوداء اللي في دماغك دي، وكل شيء هيمشي في طريقه. فاهم؟ السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. يا فوزي، هتسافر معانا ولا لا؟ هيسافر معاكم يا دكتور. اعمل ايه؟ يعني كنت ناوي افضل معاه كام يوم كمان، لكن شخط فيا وكان ناقص يضربني. معلش، معاه حق. بقولك ايه، روح اقعد مع ممدوح الورداني، انا عايز رشاد شويه. قوي يعني، اذنكم. يا ابو سالم، نكمل بقى المناقشه اللي بداناها ولا مالكش مزاج؟ مش مساله مزاج يا دكتور، بس الحكايه مش محتاجه مناقشه. انا وصلت للقرار الوحيد اللي يناسبني. عظيم، وايه هو بقى؟ انا هشتغل، هدور على اي وظيفه بالثانويه العامه واكمل دراستي في نفس الوقت. وهتقدر يا رشاد؟ لازم اقدر يا دكتور، انا دلوقتي في مفترق طرق ولازم اختار همشي في اي سكه، وانا اخترت خلاص. معك حق يا ابو الرشد، والظاهر ان احنا كلنا في مفارق ولازم نفكر زيك ونختار. لو كان علي انا ما اسيبش ناوس ابدا ابدا يا باشمهندس. ليه؟ ريف جميل، جو صحي، اكل مغذي ودسم. انما زي ما بيقولوا بقى، المكان خد حقه. وكمان وحشتني مصر، وحشني شارع الفوال واهله وجوار ام هاشم. بالمناسبه يا استاذ ورداني، في سؤال عايز اساله لك من زمان، كل ما افتكر اسالك بنسى. انت بتشتغل فين بقى بالظبط؟ انا اقول لك يا باشمهندس، الاستاذ ورداني عزيز الورداني هو راويه شارع الفوال، الحكواتي بتاعه. فوزي بلاش تهريج يا ولدي يا فوزي. طب ما تحكي لنا حكايه تحيه انجاجيه. وبعدين معاك، احنا دلوقتي بنتكلم جد. انا يا باشمهندس موظف على المعاش. معاش؟ بس انت سنك لسه. ما هو انا اللي طلعت نفسي على المعاش بنفسي لظروف خاصه. طب احكي للاستاذ ممدوح ايه الظروف الخاصه دي. لا خلاص، طالما خاصه بلاش بقى. لا بس كلنا عارفينها. فوزي جري يا استاذ ورداني، انت مكسوف ولا ايه؟ هو الحب عيب؟ لا، هي المساله فيها حب. ما هي دي حكايه تحيه انجاجيه. الوردي يعني، الوردي يا عالم، الوردي ياهو. لا ده انت زودتها خالص، انا لا اسمح. خلاص معلش يا استاذ ورداني، اقعد بس، حقك عليا انا. معلش بلاش نتكلم في الموضوع ده خالص، احنا عايزين نتكلم جد شويه. عندك مانع؟ ابدا، ما يغركش ضحكي وتهريجي، ده كله تسليه وقت. انما ساعه الجد ما تلاقيش اجد مني. كويس. انت دلوقتي بتقول انك سبت الشغل لظروف خاصه. طب ليه بقى طالما الظروف الخاصه دي انتهت ما تحاولش انك تشتغل تاني؟ ومين قال لك ان انا ما بشتغلش؟ انا بشتغل. طب ده انا احسن واحد يشتغل. بالك اهي تحيه انجازي اللي بيقول لك عليها فوزي دي، انا اشتغلت عليها شغل لما خليتها تقول حق برقبتي. بالاماره انت اللي دخلتها العباسيه. خليتها تقول اه ياني من الوردياني، ايوه الوردي اهو، الوردي عالم. صح. انا دلوقتي فهمت انت ليه بتقول انك مفيش اجد منك. ما هو الحاجه لما بتزيد عن حدها بتتقلب للضد، ومنتهى الهلس بيبقى منتهى الجد. فلسفه معقوله برضه يا استاذ ورداني. على راي المثل، ضربني وباكي وسبقني واشتاكي. لسه ما نمتيش يا عم؟ وانت ومراتك ورايا وهعرف انام. يا خدت الواد شحاته ونامت فين؟ في المقعد البحري، اوضه امين القديمه يا صبحي. اطلع بقى اتخانق معاها وقول لها نامت فيها ليه. حرام عليك يا عم، انا مش ناقص. كل اللي بيك منك فيك يا ابن اخويا. انا مش عارف ايه اللي جرالي، في حاجة صابتني يا عم وأنا مش واعيلها. لكن أني وعياها يا صبحي، وعياها.
انت مش قادر تنسى حكايه امين مع صفيه القديمه، لكن فضلت مداريها جواك طول ما امين بعيد، واول ما رجع واشتغل هنا نطت من صدرك زي العفاريت، وفضلت تتنطط عليك لغايه ما قلبت كيانك. طب اعمل ايه يا عم؟ اعمل ايه؟ تفكر بعقلك وتعرف خلاصك يا صبحي. اهو ابن عمك خد اجازه ومسافر مصر، وعلى الله على ما يرجع تكون رسيت على بر وعرفت ان الله حق. روايدك يا عبد هتزور. مستعجل يا درش. مستعجل على ايه؟ ده انت لسه عندك الحصه الرابعه، يعني لسه بدري. لازم امر على المطبعه الاول، هستلم بروفات الروايه النهارده. يا عيني، يعني انا الاوان وهنقرا اسمك مطبوعا على كتاب؟ ده حد ما جناش قبل كده عشان ما تضربش الجرس، وعديم النظر علشان ما شافوش. مظبوط. امين شحاته، مش معقول يا ابني. الايه؟ انا مش مصدق عينيا. درش ازيك ايها الدرعمي العتيق. ايها النطاسي الوغد يا خاين العيش والملح وسنوات الصعلقه الجميله. اهلا بالدكتور المناضل في اعماق الريف. يا راجل مناضل ايه؟ ازيك يا عوبد؟ اهدى اهدى، انت برضه لسه بتكتب روايات؟ وانا حلت غيرها. امال يا اخويا ما قرنا لكش اي حاجه ليه؟ ما هو كان لسه نازل يستلم بروفات روايه كده اهو. الف مبروك. الله يبارك فيك. الف مبروك عبد الرافي. طيب ما دام انت نازل انا مش هعطلك، انا هقعد شويه هنا مع درش ندردش وبعدين نبقى نتقابل اخر النهار. بس اسمع، اعمل حسابك انت معانا طول ما انت في مصر. طبعا يا اخويا. هو انا هلاقي مصطبح لمين دي اقعد فيها؟ السلام عليكم. عبد الرافي. الف سلام. السلام ورحمه الله. اهدى اهدى، والله زمان يا دال. كان عهد جميل. ايوه كان عهد جميل. انت هتغني. قاتلك الله. اقعد 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 وخلينا نتذكر الزمن اللي خنته ولم تحفظ عهده. اقول لي يا اخويا الاول ما تكروتنيش، انت عندك شغل النهارده؟ انا عندي الحصه السابعه، اخر حصه. حلو، الحصه السابعه ده لسه بدري قوي، يبقى نلحق نوصل مشوارنا بقى ونرجع قبل ميعاد الحصه. مشوار ايه يا امس؟ مالكش دعوه، قوم بس قوم انت وانا في السكه هبقى اشرح لك. يعني اقدر اجي بكره النادي ادفع الاشتراك واستلم الكارنيه؟ طبعا، ومن النهارده لو حبيت. الله، ميرسي قوي يا جيجي، واشكري لي اونكل قوي. ديدي عمل المستحيل عشان يقبلوا عدويتك. انت عارفه نادي الجزيره قافل، ما بيقبلش اي اعضاء جدد. المهم هو عامل ايه دلوقتي؟ حالته النفسيه شكلها ايه؟ هو زعلان طبعا، ده والده، بس متماسك قوي. يعني مش هيقدر يجي قبل الأربعين؟ لا طبعا، يعني سراوي دي تقاليد ما يقدرش يتجاهلها. هتشوفه تاني؟ يمكن لو قدرت، على الاقل هتصل بيه في التليفون. سواء كده ولا كده ارجوك تطمنه خالص، انا بنقل كل المحاضرات واي ملزمه بتنزل بحجزه معايا. بتبصي قوي على مين كده يا شوشو؟ اه قريب بتاع قسم الاجتماع؟ ما هوش قريبي ولا حاجه. يعني اصلي شفته كم مره بيكلمني؟ ده واحد قريب صاحب دادي في البلد. بس انا عارفه البنت اللي معاه، اسمها راويه، في ثالثه حقوق، اصلها كانت زميلتي في منتخب الجامعه بتاع الطير. ملناش دعوه بحد، يلا بينا. كده برضه يا امين؟ ده فصل تعمله فيا؟ يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله على السلامه. ازيك يا استاذ مصطفى؟ اهلا. فينك يا راجل من زمان؟ بقالك سنين ما شفناكش. الحقيقه يا عمي مصطفى بقى هو اللي اصر يجيبني النهارده هنا اول ما جيت من البلد. يا امين انا قاعد يقول لي انه كان نفسه من زمان قوي يجي يبارك لكم على الفيلا الجديده، بس الاقيها سيدي بقى بيتكسف يجي لوحده. الاستاذ مصطفى طول عمره صاحب واجب. الشكر للاستاذ للدكتور امين، هو اللي جابني من غير ما اعرف. قصدي من غير تردد. اهلا وسهلا، انست مشرفه. اتفضل اتفضل. بتقولي مين؟ الدكتور امين والاستاذ مصطفى جعفر. مصطفى؟ انت متاكده يا ماما؟ ايوه يا بنتي، شفتهم بعيني. لما لقاني ما دورتش عليه، دور عليه هو وجابه. هو مين يا شريف؟ انت بتتكلمي عن ايه؟ اهلا اهلا يا دكتور امين، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ازيك انت يا شريف؟ الحمد لله. الحمد لله. ازيك يا استاذ مصطفى؟
ازيك يا نسا؟ اسف. ازيك يا شريفه هاني؟ الحمد لله. اتفضل. اهلا اهلا. ازيك يا عمي؟ ازيك انت يا دكتور؟ لكن انت فاجئتنا بالزياره دي، ما كانش عندنا خبر بيه. الحقيقه يا عمي انا لقيت نفسي تعبان وزهقان، قلت اخد اجازه واجي اقضيها في مصر. يمكن في الظاهر ابني مقصر، لكن في الحقيقه ظروف المدرس، خصوصا اذا كان بيشتغل بضمير يقظ، بتخلي حياته مرتبكه وبيبقى وقته موزع ومبعث. مفيش داعي للاعتذار يا استاذ مصطفى، انا كمان مقصره في حقك. العفو يا هاني. ايه هانم دي بقى يا استاذ مصطفى؟ هانم اخت استاذ يا هانم. اه طبعا احنا اخوات يا استاذ. بقول ايه، مفيش داعي بقى للالقاب، ما تخليها مصطفى وشريفة على طول، مش احسن؟ مفيش اخوات بصراحه بينده لبعض بالالقاب، مش كده ولا ايه؟ طبعا اذنك لحظه. الو، اهلا يا طن. لا 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 كله تمام، جاهزين طبعا. لا دعينا كل اللي حضرتك قلتي عليهم، الميعاد زي ما هو ان شاء الله. اه موجوده، تحب انده لحضرتك؟ طيب طيب يا طن، ان شاء الله، مع السلامه. بابا، دي طنط رئيفة كانت بتسأل عن أخبار حفلة الليلة. طيب يا بنتي. على فكرة دي حفلة تعارف عاملينها الليلة، فرصة بقى أنكم جيتوا عشان ندعيكم، مش إن شاء الله هتشرفونا؟ آه بإذن الله. متأسف، أنا راجل قفل وماليش في الأجواء دي. دي دي ودي فيها إيه بس يا مصطفى؟ تعرف يعني إيه حفلات الأوساط دي؟ أوساط محدثي النعمة والمتشعلقين بذيول الأرستقراطية. بصراحة أنا معرفش، لكن منكم نستفيد. لم أكن أتصور أن تنجرف شريفة إلى هذه الأجواء. يا مصطفى حيلك، أجواء يا أخوي دي حفلات تعارف، يعني عائلات وأسر بيتقابلوا في جو محترم، يدردشوا، ياخدوا حتة جاتو مع شوية شاي ودومتم. أنا ما حشتكش يا أمين، روح أنت واتمتع. أروح يعني إيه لوحدي من غيرك؟ وأنا يعني هرقص لكم في الحفلة؟ لا 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 لا، ترقص ده ايه بقى؟ ده واضح انك فاهم المساله غلط خالص. شوف يا مصطفى اخويا، الحفلات دي مش زي حفلات السينما والتلفزيون، دي لا فيها غنى ولا فيها رقص. وبعدين ما انت عارف عمك كامل النواساني، معقول عمك كامل النواساني هيبقى له في الاجواء دي؟ العيش ادراني، سبحان من يغير ولا يتغير. الله، اهو ده بقى اللي بيقولوا عليه عند البغال. الله يسترك، مقبوله منك. يعني مش قصدي يا مصطفى، انت عارف انا ايه اللي بيخليني ألح عليك انك تروح معايا؟ انا نفسي انك تقرب من شريفة اكتر. شريفة اتغيرت يا امين. اتغيرت ليه؟ عشان بقت غنية؟ عشان ساكنة في فيلل وبتعمل حفلات؟ مش القصد. شريفة النهاردة الصبح قالت لي ان زي اخوها. يخرب عقلك يا مصطفى، وانت كنت عايزها تقول لك ايه يعني يا اخويا؟ دي كانت متعمده. متعمده ايه انت كمان؟ وبعدين بقى طلع الاوهام دي من دماغك، بلاش تضيع الفرصه. انا مش رايح، اتفضل انت. اوعي ما تجيش الحفله النهارده يا جيجي. لا طبعا جايه، وانت مش مروحه؟ فاضل لي نص ساعه، هستنى دكتور خيري يخلص محاضرته عشان اسلمه البحث بتاعي. طيب اورفوار. اورفوار، مستنياكي بالليل. شادية. عايز ايه يا فوزي؟ عايز افهمك ان راوية اللي شفتيها معايا من شوية دي زميلة رشاد، وانا كنت ببلغها رسالة و شيء ما يخصنيش. تبلغ رسايل، تبلغ تلغرافات، انت حر. انتي بتعمليني كده ليه يا شادية؟ انا بعاملك عادي. هو اللي بينا عادي؟ هو ايه ده بقى اللي بيننا يا فوزي؟ انت بتسأليني يا شادية؟
فوزي انتبه لدراستك وسيبني انتبه لدراستي، وكفاية اللي حصل قبل كده. الكلام ده جديد واللهجة دي جديدة يا شادي. الصغير بيكبر والطايش بيعقل. انت بتسمي اللي بيني وبينك طيش ولا بعيال؟ لا انا مش مصدق وداني. لانك ما بتكبرش يا فوزي ومش هتتغير وتفهم الدنيا. عن اذنك التورت والجاتوهات هيجوا الساعة 6 عشان يبقوا طازة. اللحمة الباردة والحاجات التانية اللي انت كاتباها في المطبخ بتتوضى بسندوتشات. طيب يا ماما البركة فيكي، انا هسيبك بقى عشان الحق اروح للمحامي. طيب من حق يا شريف. ايوه يا بابا. عمل ايه الاستاذ حبشي؟ كان مقدم بلاغ للمحامي العام طالب فيه طرد منير الفوال وتمكيني من المحل. اديني بقى رايحة اشوف النتيجة. الله يا بنت انا مش شايف فايدة من ده كله. انت مش كنت هتديله هبة او تتنازليله عن المعرض؟ اتفاهمي معاه وسوي الموضوع. كان الاول جاهز يا بابا، لكن دلوقتي بعد اللي حصل مش ممكن. انت حرة يا بنتي، انا كنت عايز اوفر عليك التعب والمشاوير ودهاليز المحاكم والمحامين. ما تخافش عليا يا بابا، صدقني انا مش تعبانة ولا متضايقة من اللي حصل ده، بالعكس انا بقى بتسلى بالمعركة دي، وان شاء الله ناوية ادي لمنير الفوال درس ما ينساهوش طول عمره. انا ماشيه بقى، سلام عليكم. مع السلامه يا بنتي. روحي، ربنا يجعلك في كل خطوه سلامه وينصرك على مين يعاديكي. يا شريفه يا بنت حواء وادم. ما سمعتكيش الست رقيفه قريبتك كانت رفعت حواجبها وشهقت وقالت لك ايه كلام البلد ده يا زيزو هاني؟ ده كلامها صحيح يا سي كامل. وتسمحي لها تقوله يا زكيه؟ شويه شويه اتعلم وبقول زيها. لسانك هيتعوج، مش هتقدري تقولي زيها ولا هتقدري ترجعي لاصلك. أنا مش مبسوط من اللي بيحصل ده يا زكية. إذا كان ربنا فتح علينا ودانا برضو إحنا ناس فلاحين لنا تقاليدنا وجونا. بصراحة بقى يا سي كامل أنا ما تحمستش قوي للحفلة دي إلا علشان خاطر شريفة. مالها شريفة؟ أنت تعرف ثروت ابن رقيفة؟ لا معرفوش، ماله؟ جه من أمريكا ما بقالوش أسبوعين ومعاه الدكتوراه في الهندسة، شاب يفرح بصحيح. مش فاهم. الحفلة الليلة دي معمولة علشانه، لازم يتعرف بشريفة، هو الوحيد اللي يليق بيها. عريس جديد؟ والله سكانة خايف لينطبق علينا المثل اللي بيقول من كتر خطابها بارد. مبلغ النيابة ضدي أنا؟ أيوه، وبيتهمك إنك استغليتي على البضائع اللي كانت موجودة في المعرض واللي كانت ملكه بصفته المؤجر. مش كده وبس، ده قدم فواتير باسمه لكل البضائع دي. بس ده كده، البضائع كلها اللي كانت في المعرض كانت ملك الحاج سيد الفوال، ملهاش اي اثر. يبقى هو اللي سرقها. مفيش دليل ضده. الدليل دلوقتي ضدك انتي. يعني ايه؟ انا اسف، التهمه سرقه وفي احتمال ان النيابه تؤمر بالقبض عليكي.